أشاد معالي الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بالتعاون الكبير الذي تبديها الجهات الحكومية الخدمية منها والأمنية مع مخرجات المجلس التنسيقي من خلال تنفيذها للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي تجريها المحافظة بشكل دوري، بما يسهم في تلبية احتياجات الأهالي ويحقق تطلعاتهم في مجتمع آمن ومتطور ومتكامل الخدمات. جاء ذلك لدى ترأس معالي المحافظ الاجتماع الأخير للمجلس التنسيقي في دورته الثالثة، والذي عقد في متحف البحرين بحضور الأعضاء ممثلي الجهات الأمنية والخدمية، إذ أكد معالي المحافظ رئيس المجلس حرص المحافظة على توفير أنسب الحلول المطروحة حول القضايا والمشاكل التي تؤرق الأهالي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتسق مع رؤية وهدف المحافظة في إيجاد نقطة اتصال رئيسية بين المواطنين والمقيمين والجهات المعنية. كما وبحث المجلس احتياجات قرية المعامير والتي تلخصت في صيانة عدد من الطرق والشوارع وإزالة الجلسات المخالفة التي تتسبب في إزعاج الأهالي وصيانة حديقة المعامير من خلال تسويرها وتشجيرها وإصلاح الألعاب التالفة وتكثيف الرقابة على المصانع المحاذية لمساكن أهالي القرية والتي لم تلتزم بالقوانين والاشتراطات البيئية. كما اطلع الأعضاء خلال الاجتماع على خطة تطوير آليات التنسيق والمتابعة للمجلس التنسيقي قدمها السيد محمد البعينين أمير سر المجلس التنسيقي. المجلس التنسيقي هو نموذج للعمل الحكومي التكاملي، والدورة الثالثة من المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة هي من أنجح الدورات من حيث الموضوعات التي طرحت وتمت مناقشتها ورفع التوصيات بشأنها. في ختام الدورة الثالثة للمجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة المنامة، حبيت أولا أشكر القيادة الرشيدة على خلق نظام المحافظات والمجالس التنسيقية، لأن هذا النظام أعتقد أعطى يعني سعي للعمل المتكامل للجهات الحكومية، وأيضا ساهم في الأداء رفع الأداء الحكومي والتواصل والتنسيق ما بين الجهات.